ما هو الشيء الذي يفعله العراقي عندما يتقاعد من وظيفته؟ عندما يتقاعد من وظيفته شو يسوي هذا المتقاعد العراقي؟ واحدة من هذه الاحتمالات السبعة. منو؟ أنا؟ أي طبعاً. أنا يعني أقول. أنت. إيه. شو يسوي هذا المتقاعد العراقي عندما يتقاعد؟ يقعد بالبيت. شو يسوي؟ يقعد؟ يقعد في البيت، يبقى في البيت. خل نشوف. صح. التزام الراحة يبقى بالبيت. الاحتمال الأقوى. السفر. ها؟ يعني السفر كجو سياحة. خل نشوف. عندما يتقاعد العراقي أول ما يفكر يسافر. صح. السفر يسافر. الآن أنت قرر. نجي وياكم لو تحوله. هدية. لا. شوف شلون قالها. هدية. زين هدية شنو هدية؟ يعني من شو قلبك؟ إن شاء الله إن شاء الله يكون زين. يلا تفضل آية. تفضل أخ أرمين. ممنون شكرا. وسرمد يلا. فكر لي ما هو الشيء الذي يفعله العراقي عندما يتقاعد من وظيفته؟ الاعتناء بالأحفاد. الاعتناء بالأحفاد.